هكذا هي أجواء مدينة مروان بولاية باتنا، دخان خانق وهواء ملوث بسبب الانبعاثات الناتجة عن حرق الأطنان من النفايات بالمفرغة العمومية بطريق وادي الماء. رانا نعانيو من لا ديشارج تاع لابوبيل، راه قتلنا الدخان يشعلوها، الدخان قتلنا الناموس الذبان، ريحة تاع لا ديشارج لهنا ما نجموش حتى نحلوا الطاقة ولا نتنفسوا الهواء تاع برا. نهار اللي يكون الهواء وتكون تشعل لا ديشارج هذه، واحد ما يرقد هنا. عندنا ناس عندهم اللازم، عندنا ناس مرضى، عندنا بزاف حوايج. وقفنا عند الجريمة البيئية التي حولت حياة السكان إلى جحيم صيفا وشتاء، فآثارها لا تزال تتوسع دون اكتراث للاختلالات البيئية التي تحدثها. المفرزة هذه راهم قتلونا بالدخان وما رقدوش، نطلبوا من السلطات ينحيوا علينا لي كاري، خاصة لي كاريير، راهم الديار كل شقوا، ارواحوا تشوفوا الريحة وتشوفوا الباطيمات راهم تشقوا من اللوط. جابوا لنا هذه المفرغة هذه اللي نورمالمون تكون مفرزة وما تكونش فيها الدخان، ما يكون والو، احنا رانا تسممنا، راكم تشوفوا في الدخان، ولينا دركا في الصيف درجة الحرارة 40، هاربين من الديار ما لقيناش وين نروح. اتخذنا جميع الاجراءات وطلبنا من الوزاره الوصيه انهم يمولونا باش نزيدوا نخدموا ان دوزيام كازي، ولو دوزيام كازي هذا راح يسمح لنا باش نتخلصوا من المشكل هذا اللي رانا فيه، لانه كي يكون ان دوزيام كازي لو برومي كازي هذاك راح نقفلو. في انتظار اجراءات فعليه تتواصل معاناه سكان مروانه مع هذه المفرغه العموميه التي باتت تهدد البيئة وصحة البشر معاً.